السلام عليكم. النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نستخدم Prezi application علشان نقدر نسجل فيديو. هنشوف الخطوات مع اي اكسبرت لينا account free على Prezi.com. فبنروح على Prezi.com وبنعمل الاكاونت بتاعنا, بنجهزه, وطبعا احنا لينا ايديو بلس لايسنس صالحة الاستخدام لغاية نص ديسمبر الحالي للسنة الحالية 2021 ان شاء الله. فياريت احنا كلنا نفعل الاكاونت بتاعنا وهنقدر نستخدمه لغاية سنة كاملة بإذن الله. بتاعي زي ما حضراتكم شايفين هو هنا بيدلنا مجموعة من الاختيارات, بنقدر ان احنا نختار منها presentations كتيرة جدا, انواع كتيرة جدا من البرزنتيشن. لكن انا النهاردة هشرح ازاي نعمل download للبريزي application وازاي ان احنا نستخدمه في صناعة الفيديوز. اول حاجة بنروح على القائمة دي, في اخرها بيكون فيها التاب اللي هو download Prezi application, فبندوس على download Prezi application علشان نبتدي ننزل البرنامج على اللابتوب. بعد ما نزلنا الابليكيشن بنضغط على الايكون, بتدي يتفتح معنا وبيدلنا ثلاث اختيارات: create new video, import powerpoint, import from Prezi. فأنا هختار import powerpoint. هبتدي يتفتح البروجرام وهيديني قابلية ان انا اعمل upload للفايل اللي انا محتاجاه من الجهاز بتاعي, فبختار الباوربوينت بريزنتيشن اللي انا محتاجها, وفي نفس الوقت بيبتدي يفتح لي الكاميرا بتاعتي علشان اختار طبيعة البريزنتيشن انا هقدمها ازاي. بيديني مجموعة من التمبلتز اختار ما بينها, يعني انا ممكن اختار ان البريزنتيشن تبقى بالشكل ده. من هنا هتظهر البريزنتيشن بتاعتي وبيظهر جنبيها صورة المحاضر وهو بيشرح, وطبعا بختار الحاجة المناسبة للشغل بتاعي, يعني انا ممكن اختار الشكل ده. بتاخد فترة الباوربوينت عبال ما تتحمل, زي ما احنا شايفين هو هنا كاتب لنا importing presentation, هو هنا شغال على الابلودينج للبرزنتيشن بتاعتنا. طبعا هنا بيظهر لي الشاشة دي بيقول لي ايه, انت عايزة تطلعي كل السلايدز بتاعتك, عايزة تعملي import كل السلايدز بتاعتك, فبقول له ايوه import all, فبيبتدي يعمل لي import للسلايدز دي زي ما حضراتكم شايفين. ببتدي اقول له انا عايزة اعمل record, فبدوس على الايكون, اول لما اقول له start record هنا هو ابتدى يعمل بالفعل recording, فهبتدي اضغط على الارو علشان تبتدي تظهر لي البرزنتيشن بتاعتي. ففي البداية بتظهر البرزنتيشن السلايد بالطريقة دي, ولما بضغط عليها مرة تانية بتبتدي السلايد تظهر بالحجم الكبير, فابتدي ان انا اشرح الجزء اللي انا عايزاه واتنقل بعد كده للسلايد اللي بعدها وهكذا. فبتبقى طريقة جديدة وجميلة للشرح بنستخدمها مع اولادنا, بحيث انه يعني بتبقى فيه درجة من التواصل اعلى, والولاد بيقدروا انه هم يشوفوا التيتشر بتاعهم وهو بيشرح الاجزاء المختلفة. بدوس بعد كده على done recording, فبيبتدي يوريني الريكوردينج بتاعي. لو انا شايفه ان هو مناسب ومفهوش اي تعديل, فطبعا برجع الريكوردينج بتاعي, لو في جزء عايز اعمله تريم بعمله تريم, بعد كده بقوله سيف,
فبيبتدي انه هو يديني الاختيارات المختلفة، هل عايزينه public ولا عايزينه unlisted، ولا عايزين ان احنا نعمل داونلود للفيديو بتاعنا. فممكن ان احنا نعمل داونلود. الداونلود هو بيخيرني هل عايزة تعملي لي السوشيال ميديا ولا الموبايل ولا الاوريجينال فايل سايز، فبختار الحاجة المناسبة واللي هتناسب الشغل بتاعي مع الولاد، وهبتدي ان انا اعمل الداونلود. هو كده خلص الداونلود. طبعا ده الجزء الاولاني اللي عمل الفيديو، وهنشوف ان شاء الله في تيوتوريال تاني ازاي ان احنا ممكن نعمل برزنتيشن بالكامل من على بريزي، وبعد كده ان احنا نطورها لغاية لما تبقى فيديو، ونعمل شير بعد كده لللينك مع الطلاب. شكرا جزيلا لحضراتكم، وارجو انه يكون سيشن مفيد او تيوتوريال مفيد لحضراتكم. شكرا جزيلا.